ينضم إلينا عبر الهاتف السيد إيهاب جبارين المختص في الشأن الإسرائيلي. سيد إيهاب أحييك. تحدثنا كثيرا في هذه الصور، صور ومشاهد التظاهرات، تظاهرات ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. هل تعتقد سيد إيهاب أنها في يوم من ما من الممكن أن تؤتي ثمرها ويعني تضغط وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الذهاب لصفقة أخرى لتحريرهم أم لا؟ نعم، تحياتي، مساء الخير. يعني بطبيعة الحال تظاهرة اليوم تأتي تحديدا بعد الفشل الذريع الذي كان لحكومة نتنياهو أو لجيش الاحتلال تحديدا في يوم أمس في محاولة تحرير أحد الأسرى. يعني ربما هي المحاولة الأولى التي يعلن عنها، وربما قد تكون غالبا الوحيدة، ومع ذلك باءت بالفشل في ظل أن أحد أهم التصريحات التي كان يعطي نتنياهو بها نوعا من الشرعية لكل هذا التوغل البري هو محاولة إعادة الأسرى، والثانية بالمناسبة هي الإطاحة بحماس. فلا كان هذا ولا كان هذا، وبالمقابل هنالك قتل بالجملة للمدنيين أضاف إلى قتل كذلك بضعا من الأسرى الإسرائيليون في داخل القطاع. وبالتالي هذه الصورة هي التي تسوق الآن إلى داخل المشهد في داخل الشارع الإسرائيلي، وهذه هي ربما العنوان الأكبر لجملة الاحتجاجات التي تعيشها تل أبيب في هذه اللحظات. فبالتالي نعم، هنالك ضغوطات، وهذه الضغوطات بطبيعة الحال سوف تزداد، وبل أكثر من ذلك، قسما كبيرا من هذه الضغوطات هي لمسميات ولشخصيات عسكرية في داخل إسرائيل، وليس مجرد ما نراه الآن في داخل هذه الاحتجاجات، لأن ذوي الأسرى الذين تبقوا هم غالبا ذوي الجنود الأسرى، أي لديهم وبضع منهم بطبيعة الحال ضباط، فبالتالي لديهم علاقاتهم الشخصية في داخل أو لدى القرب من متخذي القرارات. هذا بالمقام الأول. الجزئية الثانية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار أن في نهاية المطاف القرارات تتخذها إسرائيل من داخل الكابينيت، وأنا باعتقادي أن الكابينيت، ونحن نعلم جيدا مدى يعني الشرخ الموجود في داخله، وربما هذه أحد المرات القليلة التي كان لدى إسرائيل كابينيت بمثل هذه الشروخ، واضح جدا أن يعني وإن كان لديه الهدف الأهم من هذه التوغل الحالي أو المرحلة الثانية ما بعد الهدنة، وهو لربما إعادة بضعا من رد الاعتبار، بالذات أن الهدنة دخلت إليها إسرائيل وهي صاغرة، ولكن في المقام الأول في نهاية المطاف جزء لا بأس به من داخل هذا الكابينيت يريد لبنيامين نتنياهو أن يغرق في داخل الرمال المتحركة في داخل القطاع. هم يعلمون جيدا أن كل هذه التحركات وكل صور الفشل في نهاية المطاف هي لن تضر بهم، هي سوف تضر بالمشهد السياسي في المقام الأول، وعلى رأسه تحديدا بنيامين نتنياهو الذي صبغ بالفشل منذ اليوم الأول. فبالتالي يعني وحتى وإن كان هنالك عدم توافق بالخطوات السياسية والعسكرية التي تتخذها إسرائيل، ولكن هم يريدون لهذه الصورة أن تقتم أكثر فأكثر صورة بنيامين نتنياهو. فبالتالي متى سوف يترجم هذا الضغط؟ أنا باعتقادي أن ورقة الفيتو في داخل الكابينيت موجودة لدى شخصين اثنين، لدى شخص جالانت ولدى شخص جانس. فقط هذين الاثنين بإمكانهما تحريك مقود ودفة اتخاذ القرارات في داخل الكابينيت إلى أو تحديدا في المشهد السياسي للكابينيت إلى حيث يريدون. أنا باعتقاد أن في هذه المرحلة هم يستمتعون من تلطخ بنيامين نتنياهو في هذا الوحل يفيدهما على المشهد السياسي. يجب أن نتذكر أن تحديدا في الأيام الأخيرة ثقل الانتخابات والحديث الانتخابي في إسرائيل بدأ يزيد، فبالتالي هم يستفيدون من هذا الوحل ومن هذا التوغل، يستفيدون منه إيهاب حتى ولو على حساب، يعني إذا صح هذا التعبير، حياة أبنائهم الأسرى أو جنودهم. جميل. الذين يقتلون الآن يوميا في قطاع غزة. سؤال جميل، وهنا يعني يجب أن نضع كذلك هذا في مصابه.
تحديدا في هذه الجزئية كذلك يجب أن نتذكر أن على الرغم من كل هذا هم يعني يحاولون استخلاص العبر والفوائد أو بشكل أدق استخلاص الفوائد التي يريدونها من جزئية هذا المشهد، هذا في المقام الأول. المقام الثاني كما ذكرنا هنالك مشهدية رد الاعتبار لإسرائيل، كذلك هم يريدون هذا في المقام الثاني. ومن المقام الثالث جزئية الجنود، هذه ربما يجب الوقوف عندها، القتلى والجرحى في إعداد الجنود، هذه جزئية يجب أن نقف عندها. يعني وفق دعوت هي تحدثت عن 5000 جريح، 5000 جريح وفق الأرقام الكلاسيكية في داخل حروبات إسرائيل يجب أن تترجم على الأقل إلى 1200 قتيل، وليس وفق ما تصرح عنه إسرائيل الآن، هذه وفق المعادلات التاريخية لحروبات إسرائيل. فبالتالي واضح جدا أن الصورة يمكن أن تكون حتى قاتمة أكثر. وربما يجب أن نقف عند جزئية واحدة ومهمة، يوم الأربعاء عندما خرج جالانت وغانتس ونتنياهو وكذلك هيرتسي هليفي كلاهما على حدة، كل منهم يقول بأن نحن نقود أو جنودنا يقودون عمليات بطولية في داخل القطاع ولديها ثمن ويوجد لها ثمن. هذه الجزئية تحديدا عندما يربطون ما بين البطولية وما بين الثمن في نهاية المطاف، واضح جدا أن الحديث عن خسرة في صفوف الجنود، يعني كان هذا مبيت وكان هذا واضحا لهم منذ تلك اللحظات وربما قبلها، وهم يحاولون تمهيد ذلك لداخل الشارع. الآن هذا في المقام في هذا الجانب، ولكن هنالك كذلك جانب آخر. يعني يجب أن نتذكر أن كان هنالك محاولة، وهذه النقطة مهمة جدا، كان هنالك محاولة لتحرير أحد الأسرى، وأنا باعتقادي أن إسرائيل كذلك في المشهد الذي رأيناه في الأيام الأخيرة من أسر للمدنيين هي سوف تحاول يعني أن تقوم بتحقيقات بطرقها وأساليبها الواضحة للجميع لكي تحاول أن تستخلص بضعا من المعلومات حول أماكن الأسرى الموجودون في داخل القطاع. وبناء عليه يمكن القول ربما هذا الكرت الأخير الذي تراهن عليه ويراهن عليه غانتس وغالانت تحديدا، بناء على هذه المعلومات يمكن أن نشهد بضعا من الاستهدافات إذا استطاعت أن تجمع، طبعا بطبيعة الحال ممكن أن نشهد، أو على هذا الأمر هم يراهنون في المشهد الأخير والمقام الأخير لمحاولة إعادة الأسرى. وبعدها إذا فشلت واضح جدا أن لا يوجد لديهم الكثير من الخيارات سوى هدنة أخرى، على أقل تقدير تحاول الدخول إلى هذه الهدنة، وهذه المرة على الأقل ويدها هي العليا وليس كما الهدنة الأخيرة حيث دخلت إليها بنوع من الفشل في داخل الشارع الإسرائيلي. فقط دعني أذكر المشاهدين بأن هذه في منتصف الشاشة تحديدا هذه التظاهرات ما زالت قائمة لذوي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، محاولة للضغط على بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب في الإسراع بعقد صفقة مع المقاومة الفلسطينية لإخراج ذويهم أحياء كما حدث في الصفقة السابقة. وهنا تحديدا هذا الخبر العاجل على شاشتنا، متحدث باسم عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة يقول نطالب الحكومة بإعادة أبنائنا أحياء كما أعادت غيرهم عبر التفاوض. وأيضا في هذا السياق لدينا خبر عاجل آخر من نفس المصدر، وهو متحدث باسم عائلات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، ولربما هو يتحدث الآن إلى هذه الجموع في تل أبيب، يطالبون الحكومة بإعادة أبنائهم أحياء كما أعادت غيرهم عبر التفاوض، لربما أنهم لا يثقون في عودتهم عبر العمليات العسكرية كما رأينا في تجربة الأمس. يعني فكرة، يعني سيد إيهاب كنا نتحدث فكرة نطالب بإعادتهم أحياء، وكأنهم حتى كما كنت أقول لا يثقون في مسألة عودتهم عبر عمل عسكرية أحياء. إيهاب، بل يعني الاستطلاعات الأخيرة من جملة الاستطلاعات التي خرجت يوم أمس تحديدا، وهو يوم الجمعة هو يوم الاستطلاعات، 71%، يعني هذه هي المعضلة، 71% من الجمهور الإسرائيلي لا يثق بنتنياهو، يريدون استقالته إما الآن وإما في نهاية هذه الحرب.
هذا من هذا الشأن. ولكن هنالك ما يقارب 65% المحتشدون وراء الجيش بالكامل، يدعمونه بشكل مطلق بدون يعني أي نقاط أو أي نجم أو ما بين السطور. فبالتالي واضح جدا يعني هذا الحشد، وهذا يعني حتى جزء كبير من المحتشدون اليوم هم يثقون بجيشهم أو على الأقل لا يريدون المس بمعنويات الجيش، وخطابهم هو موجه في المقام الأول لمتخذي القرارات والساسة السياسيون. الآن جزئية مهمة جدا، الناطق الذي تحدثت عنه الناطق باسم عائلات الأسرى يمر بحملة تحريض رهيبة من هم معروفون بالبيبستم أو وكلاء بيبي في وأحبائه يعني إن صح التعبير في المشهد السياسي. هم يقومون بحملة تحريض ضده ممنهجة، طبعا من يقف وراءها واضح جدا من الذي يقف وراءها، بنيامين نتنياهو في نهاية المطاف، بمحاولة تشويه اسمه وتشويه ثقة المنتدى به تحديدا، وأنه هو الذي يأخذ بهم إلى التهلكة. فهذه كذلك النقطة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار. وكذلك الاجتماع الأخير، لاحظ في الاجتماع الأخير الذي اجتمعوا فيه بالكابينيت كان اجتماع ساخن نوعا ما، وربما حتى احتدام بالأيدي ما بين معسكرين في داخل هذا المنتدى، ما بين ذوي الأسرى اليساريون وهم الأغلبية بطبيعة الحال، وبين من هم موالون لبنيامين نتنياهو وهم قلة طبعا بطبيعة الحال، والذين يريدون لهذه الحرب أن تستمر بكل ثمن وبكل معنى. لكن مشهد يوم أمس هو مشهد مغاير ونقطة باعتقادي، ليس فقط ذوي الأسرى وقفوا عندها بل كذلك كل المشهد الإسرائيلي وفق يعني ما كيف تناولته الإعلام تحديدا اليوم في ظل الأرقام وفي ظل الخسارات التي يعني أكلها الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف. أنا باعتقاد هي نقطة مغايرة حتى لدى متخذي القرارات على المدى القصير. أي نعم إسرائيل في هذه اللحظات تحاول أن تعطي جزءا من الشرعية لعملياتها العسكرية ومحاولة امتداد وامتصاص يعني هذا البعد العسكري بأكثر القدرات الممكنة عفوا. طبعا بطبيعة الحال هنالك الضغوطات الأمريكية التي سوف تزداد، هنالك الضغوطات من هذا الجانب لذوي الأسرى، فالضغوطات قطعا تزداد أكثر فأكثر. أي مما يعني يمكن القول أن يوم أمس، حادثة يوم أمس تحديدا، قلصت 50% إن لم يكن أكثر من حياة العملية العسكرية التي كانت قد كتبتها إسرائيل. هذا بات واضحا. لكن ما زال على الأقل القادة العسكريين وحتى نتنياهو نفسه يتحدثون عن شهور يعني لاستمرار هذه العملية العسكرية. هل هذا الحديث فقط للاستهلاك أم حقيقي هذه العملية من وجهة نظرهم ستستمر شهور؟ هذه الجزئية مهمة جدا. ولماذا هذا؟ يعني بطبيعة الحال نتنياهو يتحدث عن شهور، جالنت يتحدث عن سنة، هيرتسي هليبي يتحدث عن كذلك شهور قد تمتد إلى سنة أو أكثر. جزء من هذه التصريحات هي للاستهلاك الإعلامي، أي نعم، ولكن في نهاية المطاف كلاهما يعني الكل هو صادق بما يقوله، لأن في نهاية المطاف هنالك يعني حتى إن هدأت الحرب وحتى إن دخلت إسرائيل إلى هدنة أو إلى ما يسمى إلى وقف إطلاق النار، وجودها الأمني لن تتخلى عنه في داخل القطاع، ووجود أمني يعني أيام اقتطال أو قواعد اشتباك جديدة ربما أقل مع المدنيين، أكثر مواجهة مع المقاومة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال هي سوف تكون تحت مسميات جديدة، قواعد اشتباك جديدة، أي أن يعني من المعركة تضع أوزارها لكن الحرب مستمرة. هذا بطبيعة الحال يفهمه الشارع الإسرائيلي ككل وليس فقط متخذي القرارات. يعني احتمال أن تدخل إسرائيل أصلا إلى مرحلة الانتخابات في ظل قواعد الاشتباك هذه. هذه الجزئية مهمة جدا. يعني عندما يقول بنيامين نتنياهو، ربما هذا هو التصريح الوحيد الصحيح لدى بنيامين نتنياهو، عندما يقول أن ما قبل 7 أكتوبر ليس لن يكون ما يعني المشهد كما هو بعده، هذه الجزئية هو يعني الصحيحة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. لاحظ. شكرا جزيلا إيهاب.